صباحو، انا عمرو نصوحي وانا احمد عاطف، والنهارده هنقدم لكم هدف الاسبوع المقدم من نيسان. دورنا كتير على الاهداف جميله في ويفا دوري الابطال من هجمات مرتده تحديدا، ووصلنا لهدفين. انا طبعا اخترت هدف وعمرو اختار هدف. طبعا انا اخترت الهدف الافضل كالعاده، وهو هدف كريستيانو رونالدو اللي سجله في ارسنال من هجمه مرتده مثاليه سنه 2007، بعد ما بدا الهجمه بكعب رجله وخلصها ببطن رجله. جول جميل بصراحه، جول عالمي. ما تتزيدش قوي. لا لازم، ده جول خطير. لو شفت كريستيانو وهو بيفتح سبرنت من قبل نص الملعب ل70 متر تقريبا، ازاي تعمل كل المجهود ده ولما توصل داخل ال18 عشان اللمسه الحاسمه يبقى عندك التركيز الكافي انك تحطها من فوق حارس المرمى في الشبكه. رونالدو كان شباب ساعتها، وانا شايف بشكل عام رونالدو في مانشستر يونايتد كان يمكن افضل من رونالدو في ريال مدريد، فالمجهود ده كان معتاد بالنسبه لكريستيانو رونالدو. بس انت يعني ممكن تكلمنا اكتر عن الجول بتاعك. انا مش هتكلم، انا هوريكم. يلا بينا. الدون حسم المنافسة من غير ما اشوف جولك بجول مثالي. مثالي لغاية لما تشوف جولي. ما ينفعش. ما تشوفش حاجة وتحكم عليه إلا لما تشوف جولي. مش يعني هتعال على ده ازاي؟ هتشوف يا ابني الكرة بتبدأ من سيرخ راموس، يعني عقلانية غريبة أصلا من سيرخ راموس، بعد كده فجأة انفجار. باصات غريبة، أوزيل كاكا، رونالدو بيباصوا باصات غريبة بتوصل لبنزيما، عرضية رونالدو، حتى وأنا بوصف الجول سريع. ثانية، أنت جايب جول لكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد وأنت بتقول إن هو كان أحسن مع مانشستر؟ إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ رونالدو في مانشستر يونايتد أنا في رأيي كان أحسن، لكن جول رونالدو في ريال مدريد مع ريال مدريد أكيد كان أحسن، جول حلو قوي قوي. ومش بس أنا بشوف إن هو أجمل هدف من هجمة مرتدة في يوفا دوري الأبطال، لا ده أجمل هدف أو يعني من الأجمل في تاريخ الكرة هجمات المرتده. طبعا انت حمستني لدرجه ان انا عايز اشوف الجول. يلا بينا، يلا بينا فعلا. انا خلاص انا شايف ان انا رهاني كسبان اكيد. يلا. نزل لي هنا من فضلك بقى السايك لايف. جول حلو قوي. حلو قوي يعني أوي. البدايه اصلا مع راموس بباص كده سريع، وبعد كده باصات غريبه وسريعه جدا جدا، يعني حاجه ما بتتكررش كتير يا عمرو بصراحه، باصات كتيره ومشيت بسلاسه غير طبيعيه. بص الجول فعلا فظيع، بس انا اخترت الهدف بتاعي لان المجهود اللي كريستيانو رونالدو عمله في السبرنت وفي الفينش تقنيا اعلى من الفينش اللي جول في جولك انت. والله انا شايف الفينش زي بعض، بس الجماعيه يا جماعه الجماعيه اكتر من الرد الفردي. حط الجماعيه وطلعت لفوق اعلى. الجماعيه خرافيه، والباصات سريعه والسلاسه، والباص متر بالظبط بين اوزيل ورونالدو والكوره بتخش وبتعدي، فلا لا الامور سهله. هنقعد يعني نتناقش لحد بكره، فاللي هيحصل الموقف كالعاده انتوا اللي هتحسموه. لو عجبك هدف مانشستر يونايتد اديني لايك، ولو عجبك رونالدو هدفه مع ريال مدريد اديني هارت.